منذ بداية السنة أنه تكون عندي حوالي ما بين 250 و350 دراسة أو تقرير أو رأي، نعم في العام، تخص كافة القطاعات، لأنه الكنازو أو المجلس مرتبط بكافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لعل أن القطاعات الكبرى اللي نهتم بها أكثر هي التجارة والصناعة والمالية، ضف إلى ذلك التحول الرقمي على مستوى وزارة الرقمنة والتحول الإيكولوجي.